في كتير طرق وسط الحياة، تاهوا فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق. الطريق 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 مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحب بكم في برنامجكم ليا الحياة. وأنا أشكر الله لأنكم بتسمحولنا أن ندخل بيوتكم ونتقابل معاكم، بنفرح بيكم بنبسط معاكم، كمان بنحب قوي مداخلاتكم أن كنتوا تشاركونا في الكلام اللي بيقولهن الروح القدس. ودايما وأبدا يا أحبائي بجيب لكم أحلى خدام ممتلئين من نعمة الله ومن روح الله. عندي بنعمة الرب وبإرشاد الروح القدس أخويا القسيس يولان لورند حنون من سوريا. أهلا وسهلا فيك. أنا برحب بيك أخويا الغالي حضرة القسيس. المسيح يبارك حياتك ويجعلك بركة ويدينا يوم طيب النهاردة عند قدمي. شكرا لك على استضافتي وأنا ممنونك كثير، شرف كبير ان اكون معك في هاي الحلقه. وانا سعيده بيك جدا، ومن اول مره شفتك وانا حبيتك جدا. الرب يبارك حياتك. انت اخويا الغالي، الرب يبارك حياتك. النهارده يا اعزائي المشاهدين هنتكلم عن الخلاص، مش كده اخويا؟ نتكلم عن الولاده الجديده. الولاده الجديده، ايه معنى الولاده الجديده؟ انا بس عندي قرايه صغيره وبعدين حد المجال لأخويا يتكلم فيه. في رومية 8 وعدد 1، إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. أنا بس على حتة أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأن كان محكوم عليا أنا وإنت وأنا وإنتي بالموت. وفي إنجيل يوحنا الأصحاح الأول بيقول كده عن الرب يسوع المسيح: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء من مكان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. أنا بتكلم عن المسيح له المجد، إذا كان هنا ولا هنا، النور اللي ضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه. في نفس الإصحاح بيتكلم عن رب يسوع المسيح انه هو النعمة اللي جت للعالم والعالم ما ادركهاش. عشان كده اعزائي ارجوكم انكم تدونا من وقتكم شوية
ونقعد مع بعضينا على أساس إن احنا نتمتع بقعدة روحية جميلة مع حضرة القسيس ومع الرب، ويوم هيبقى يوم رائع إن شاء الله بصلاتكم. الرب يباركوا. تفضل حضرة القسيس. أشكرك على المقدمة الحلوة والآيات اللي أنت ذكرتيها. طبيعي أن احنا بنسمع كثير بالولادة الجديدة وولادة، فدائما نفتكر فورا أن الخلاص اللي راح قدمه المسيح على الصليب فداء كل العالم. نعم، ليش تقدم الخلاص؟ أن نحن نعرف، طيب ما نحن كنا مخلوقين والله خلقه جيدة. الله لا يخلق شيء ناقص وفينا نحن نكمله. لكن نحن في قصة كثير حلوة في الكتاب المقدس بإنجيل يوحنا والإصحاح الثالث، ونبدأ من البداية. هنا أربع آيات أو أربع أعداد راح أقولهم وبعدها نشوف القصة كيف. اتفضل يا حبيبي. ربي يبارك حياتك. ربي يبارك. كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود. هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له: يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معهم. أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. نيقوديموس استغرب من الآية: إن لم يولد من فوق. نحن بنشوف بيقول له: طيب هل بعد ما بيكون إنسان شيخ يولد يدخل لبطن أمه ويدخل مرة ثانية، يعني يولد مرة ثانية؟ قال له: يمكن إنك يا رب، إنه يمكن إنه أنا ما فهمت، ما وصلت القصة. يعني كيف فهمني إياها؟ كيف بده يتم هذا وشلون؟ بيوحنا 3:5 بيقول: إن لم تولد من الماء والروح لن تدخل الملكوت. إذا السبيل الوحيد إنه نولد ثانية. يوحنا 3:6 بيقول: المولود من الجسد جسد هو، والذي يولد من الروح هو روح. لا تتعجب إني قلت لك ينبغي أن تولد من فوق. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. الولادة الجديدة، شو كيف الولادة الجديدة؟ الولادة الجديدة تحدث فجأة. يعني كثير بقول لك إنه كيف تم الولادة؟ الولادة ما دام قبلت الرب يسوع، أنت أخذت طبيعة جديدة، أنت ولد ثانية، مولودين ثانية من الروح القدس. أنا بدي أعطي مثال أول شيء كيف تم الخلق، وبعدين منكمل شو نحن كان ناقص علينا، وبعدين من نشوف. إذا كل كان إنسان عنده قدرة للخلق أو يصنع شيء، لابد أنه يقعد يفكر أنه كيف بدي أخلقه، على أي شكل، كيف بدي يكون شكل الخالق المخلوق اللي أنا بدي أصنعه. وهذا اللي عمله الرب. إن بدي أصنع الإنسان، كيف بدي يكون صورة الإنسان؟ قال لي: نصنع الإنسان كشبهنا، على صورتنا كشبهنا. طيب كيف على شبه الله؟ نحن بنشوف بآية من يوحنا 4:24 شو بيقول؟ بيقول: الله روح والذين يجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يجدوا. إذن الكتاب بيخبرنا إنه الله هو روح. لازم نحن نكون في عنا الطبيعة روحية حتى نقدر نحكي مع الرب. والرب خلق الإنسان بهاي الطبيعة، خلقه بطبيعة جسد كامل. وخلق فيه الروح، الطبيعة الروحية اللي يقدر يتكلم مع الله، لأن الله هو روح. إذن لازم يكون مشترك في الصورة اللي خلقني الله فيها، يكون فيها الروح الإلهية اللي أعطاني إياها الرب، لا أقدر أتكلم مع الله، لأنه بيكون شبيهه. بشو بده شبيهه؟ شبيه بروح. إذا جينا نحن منشوف بأن الله خلق طبيعتين، جسد وروح للإنسان. نقرأ بآية بيقول: جاء الله إلى جنة عدن عصرا وكلم الإنسان، تكوين 2:15. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب الإله آدم قالا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا. فقد خلق كل هالشيء لك، الشجر كله لك، لكن في عندي شغلي وحدي. شجرة معرفة الخير والشر لا تأكل منها. لأنك إذا أكلت منها موتاً تموت. نحن قرينا بالتكوين كيف إجت الحية وأغوت حواء وأكلت. تمام. أكلت هي من الجنة. تمام. هل وقت اللي هن أكلوا من الشجرة ماتوا؟
بناء ذاك اللحظة؟ لا ما لا. ماتوش ما ماتوا. طيب كان شو اللي مات منهم؟ نحن بيقول نقرا تكوين 3-8 الروح بقى. هلا عم نشوف الروح اللي مات. الطبيعة الروحية مش الطبيعة الروح. الروحية الروح لا الطبيعة الروحية الطبيعة. من نقرا من تكوين 3-8 شو بقول؟ وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عندها هبوب ريح النهار. فاختبأ آدم وامرأته من نجر الرب. ليش اختبأ؟ شو اللي حصل؟ ما انت كل يوم كنت بتبقى معايا. ايه اللي جرى عشان انت النهارده بتستخبى؟ وبتستخبى من مين؟ من الله اللي ليه عيون تخترق استار الظلام، اللي فحص القلوب ومختبر الافكار. تستخبى من مين يا ادم؟ ادم ادم اين انت؟ ادم فون؟ قال له انا عريان. ليه امبارح انت كنت عريان؟ ما ادم ادم اين انت؟ هون بنشوف نحن في عنده بهاللحظة ما تطبيع عرفك الروحي انك انت عريان. هي بقى حتة ايه؟ ان هو عريان فده الموت. ده الموت، لان هو ما كان اساسا عريان وكان بيتمشى في الجنة والمسيح كان بيشوفه، والله الاب كان بيشوفه عادي ما فيش حاجة، وهو كان ماشي عادي لانه هو في الروح مش في الجسد. لكن لما كل ووقع في الخطية بقى في الجسد حس ان هو عريان. برافو. برافو. لانه هون بيقول نحن ماتت في الحال طبيعته الروحية ولا بيبقى منه الا الجسد. نقرب روميا نحن نقرب 5-12 يقول من اجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. أينو. طيب هل يعني إذا أخطأ أبي الخطيئة بتجي إليه؟ لا حاجة للرب، أنه بيقول النفس التي تخطئ تموت. تموت، هي النفس وحدها اللي تخطئ تموت. وأجرة الخطية موت. برافو. طيب آدم أخطأ قالوا صارت الخطية لكم. لا، هي مو بس الخطية انه لانه أكل من الشجرة ومات، لانه ماتت الروح الطبيعي راح يورثني روح طبيعي ميتي. صار نحن بنخلق نص اموات. لا تاخذني بالعبارة، نحن نخلق جسد. ابي ورثني جسد فقط. والدك اعطاك الجسد. ادم خلف اثنين اعطاهم الجسد. اذا نحن صفينا اموات. نصف اموات مش اموات كاملين. نحن الطبيعه اللي كنا نقدر نكلم فيها الرب ما نقدرش. راح ما نقدرش نكلمه وجها لوجه، لكن ممكن نصلي له بس بعدين لما نتوب عن الخطيه ونبقى مؤمنين. بس انا عايزه اقول حاجه للساده المشاهدين. فضل. بعد اذنك حضره القسيس. تفضل. يعني الكلام اللي بيقوله حضره القسيس ده كلام جميل ممتع جدا جدا لكل واحد فينا يستقبله بالروح القدس. يعني الله قال لآدم انت ليك الجنة دي كلها واحفظها، يعني وهو بيقرأ الكلام كلمة احفظها دي دبت في قلبي. الله مديك حياتك عشان تحفظها مش عشان تهلكها. لكن لما وقع آدم يا أحبائي في الخطية صار مجرم، وإحنا كورثين عن آدم الخطية بقينا أيضا مجرمين قدام الله. لكن إمتى يبقى لنا حياة؟ لما نتقابل مقابلة مع المسيح. الكلام ده اللي بيقوله حضرة القسيس كلام جامد جدا، لو اتمعنت واتمعنت في اي كلمه منهم هتطلعي ازاي الله اعد لك الخلاص. اتفضل. نعم، يعني لانه هون ورثنا الخطيه. نحن مو بس اللي ورثنا الخطيه، ورثنا الطبيعه الخاطئه. لانه اصبحت جينات عنا اخذناها من ادم، مش لانه ادم اخطا نحن اخطانا، لا. عطانا طبيعة خاطئة. نحن أخذنا جينات خاطئة. ورثنا هاي الطبيعة التي تخطئ. بينما الرب خلقها لا تخطئ. ونحن بعد في آيات رح نمرق عليها ونشوف كيف بتقولنا. أما هلا نحن منقول عنا في طبيعة ميتة، طبيعة روحية ميتة، كيف بدها تخلق من جديد؟ طبيعة نحن ما حدا بيقدر يرجعنا الطبيعة الحياة الروحية إلا اللي خلقها. تمام. الله الله اللي هو متجسد في الرب يسوع.
طيب نحن بنقول نولد بكلمة الله. كيف نولد؟ نولد بكلمة الله. كلمة الله المحيي، هذا من أولى. كما أكيد أنه الأمر يعني بتلاقيه بسيط. بطرس الأولى شو بقول؟ 1:23 بطرس الأولى: مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل بما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. إذن بدء كلمة الله هي حية. الزرع الذي يفنى نحن نعرف أنه هذا الجسد، الجسد هو راح يفنى أكيد. والذي لا يفنى لا يفنى هو الروح. طب معروف بالكتاب المقدس يعني كلمة الجسد، الجسد فاني كلنا بنعرفه، من التراب وإلى التراب تعود. إذا نحن بناخذ نحن الطبيعة الروحية، نحن حلقتنا اليوم لنعرف كيف نحصل على الطبيعة الروحية. نعم. بطرس الثاني 1:4: الذين بهما قد وهب لنا المواعيد السامية والعظيمة العظمى والثمين لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية. هللويا آمين. إذا نحن بدنا الشركة، ناخذ الشركة الإلهية، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. إذا وقت نقرأ الكتاب نعرف أنه فعل المسيح لأجلنا. شو عمل المسيح؟ من نكون ناخذه بثقة بإيمان، مؤمنين. شو عمل المسيح؟ يوحنا 5:24: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية. إذا احنا عم نركض على الحياة الأبدية مش الحياة الوقتية. لا يعني احنا دلوقتي أعزائي المشاهدين مش بنركض على الحياة الوقتية. بيقول الكتاب المقدس: إن كنا لينا أمال في هذا العالم ما أشقانا، لكن احنا دلوقتي بنجري وبنركض للحياة الأبدية. زي ما قال بولس الرسول، قال ايه؟ جهدت، ده الرقاد الجري، جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي وحفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكليل البر الذي يضح لي الديان العادل. ليس لي أنا كبولس فقط، بل الذين كل اللي يحبون ظهوره. فهنا أخوي أنا بس بوضح كلامه، آمين، لأن هو كلامه عميق جدا ومن الكتاب المقدس على طول، لكن أنا ببسط لك الكلمة اللي بيقولها أخويا. فعشان كده الرب النهاردة بيدعوك إلى الحياة مش الزمنية أو الوقتية، بيدعوك إلى الحياة الأبدية. تفضل. نعم أنا أشكرك للتوضيح، لكن نحن دائما بناخذ الكلام الكتابي، الكلام المقدس، للي لنعطي الفكره صحيحه نوصلها للمشاهد، لان هي الادق شيء. اذا الحق اقول لكم، ان من يسمع كلامي، ويؤمن بالذي ارسلني، ده المسيح اللي بيقول اللي يسمع كلامي. نعم. من يوحنا، اللي يسمع كلامي. تفضل. نعم. ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. إذن أخذنا الحياة كيف؟ إذا سمعنا كلمة الرب، نسمع ونقبله، تمام، نولد بالحياة الروحية اللي نأخذها. لا نقدر نتكلم مع الرب، تمام، نحن نقول يا أخ صلي، بيكون هو له علاقة أنه مولود ثانية بالروح القدس، بيقدر يتكلم مع الرب بواسطة الروح القدس. أمين. لأن أنتم هياكل الله وروح القدس، أنتم هياكل الله وروح القدس ساكن فيكم. تتكلمي مع الرب من خلال الروح القدس. هو برضو أخويا حضرة القسيس بيقول على حتة عميقة جدا جدا، أن أنا إزاي أتقابل مع المسيح عشان أخد منه حياة، كلمة الحياة. عشان أخد منه الحياة لازم أقابله مقابلة شخصية، زي ما أنا ما قابلت كده حضرة القسيس، أقابل الرب مقابلة شخصية وأأمن باللي أرسله، اللي أرسله الآب، أرسله كجسد. النهاردة الصبح القسيس الدكتور أشرف عزمي كان بيشرح عن إنجيل يوحنا الأصحاح الأول، إزاي في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. يقول لك في البدء كان الكلمة، هذا كان عند الله، فيه كانت
الحياة. والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. يعني المسيح جه عشان يديني حياة ويديك حياة، ويقول في إنجيل يوحنا 10 عدد 10: أما أنا فأتيت ليكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. الله عايز يديك أفضل حياة بالولادة الجديدة اللي بيقول لنا عليها حضرة القسيس. تعال إلى الرب وقول له أنا مستعد أسلم حياتي وقلبي إليك، لأن مكتوب: من يقبل إلي لأخرج خارجا، من التعلق بي أنجيه وأرفعه لأنه عرف اسمي. تفضل أخوي. وأنا لأن عاد بدي أسأل سؤال واحد: هل قبلت الحياة الأبدية؟ هل نلت الحياة الأبدية؟ نحن نقرأ كلام الله، يعني إذا قريتنا كلام الله وآمنت بيسوع سيهيبك الحياة الأبدية. طبعا أهم شيء اقرأ كلمة الله، افهم مين هو الله، كيف هذا هو الكتاب المقدس، هو بمثابة كاتالوج للإنسان ليعرف حياته كيف شو مقصد وجوده على الأرض. أنا لفت انتباهي بكلمة منها: في البدء كان الكلمة. فكثير ناس بيقروها كانت، مع أنه هي تعني عن المسيح. كان المسيح كان الكلمة وليست كانت. الكلمة كانت مؤنث وكان، لكن كان هو المسيح. المسيح هو اللي كان وهو اللي جه من قبل البدء. يعني انت لما تقعد تفكر زي ما حضرة القسيس بيقول، انك انت لما تقرأ كلمة الله مكتوب: هلك شعبي لعدم المعرفة، تضلون اذ لم تعرفون الكتب. فانا لما اقرأ كلمة الله وطبقها في حياتي انا هختار الطريق للحياة. احنا بنتكلم عن الحياة وازاي الله عايز يديني ويديك حياة ويديك حياة. ممكن تكوني رجلك وجعاكي، ظهرك وجعك، راسك وجعاكي، تعبانة، عندك اي مرض، لكن الحياة جواكي بتديكي انتعاش روحي، بيفرح المسيح قلبك رغم الالام، ويرفعك فوق الالام ويرفعك فوق الالام. عشان كده الرب جه عشان يديك حياة تسري في هذا المائت، هذا الجسد المائت. تفضل اخويا. نعم تفضل. اذا احنا الوسيلة الوحيدة هو ان نولد ثانية، وثاني شيء انه نقرأ كلام الرب، لانه كلام الله هو اللي يهبنا الحياة، بيعطينا يهبنا طبيعة جديدة وحياة ابدية. نقرأ بعض الايات. بيقول يوحنا الاولى بخمسة 11، اصحاح 5 11: وهذه هي الشهادة ان الله اعطانا حياة ابدية، وهذه الحياة هي في ابنه. نعم. حياة في ابنه، من له الابن فله الحياة، ومن ليس له الابن لابن الله فليس له حياة. ما هي الحتة بتاعت برضو ايه؟ فيه هو. نعم. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء، المسيح بيضيء في الظلمة، كان يجول يصنع خير ويشفي كل متسلط عليهم إبليس، وكان للثعالب أو قرى ولطيور السماء أو قار، أما ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه. ومع ذلك كثيرين ما استفادوش من حياة المسيح على الأرض، لكن رب يديك النهاردة كلمة الحياة اللي بيقولها حضرة القسيس دي تخش جوه قلبك وتديك حياة، وتبدد الموت اللي جوايا وجواك وجواكي بالحياة. وهو الطريق والحق والحياة، بعيد عن المسيح مفيش حياة. أنا معرفش أنت بتعبد أي إله، لكن اللي أنا أعرفه مفيش حياة بعيد عن المسيح الحي اللي مات، اللي اتألم ومات ودفن وقام، وزي ما بيقول الكتاب المقدس: كما حقا قام رئيس السلام. آمين. اتفضل. آمين. أي ثانية بيوحنا الأولى بخمسة 13: كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنون الله. باسم ابن الله، لكي تعلموا إن لكم حياة أبدية، ولكي تؤمنوا باسم ابن الله. باسم ابن الله. إذا متى أخذتم هاي المبادرة تولدون ثانية؟ وعندئذ أنا وأنتم نكتسب طبيعة جديدة.
نحن إذا اتفقنا على الموضوع هذا اتفقنا بالولادة الثانية نكسب ملكوت الله مو كراشدين. هللويا. نبقى أطفال. أيوة. يعني نبقى نحن نولد نولد الولادة الجديدة نولد أطفال، لكن بيبقى في عنا الطبيعة القديمة مرافقتنا بحياتنا. أمين. وهون بيقول الجسد يحارب ضد الروح والروح ضد الجسد. ضد أمين. الجسد. أمين. أعزائي المشاهدين إحنا معانا دلوقتي تسبيحة جميلة هنسمعها مع بعضينا، ما تروحوش أي حتة، خليكم معانا. هنتبسط قوي انكم تسمعوا وتتمتعوا معانا بالتسبيحة الجميلة. خليكم معانا، جايين لكم حالا. ربي يبارككم. ولا كان ليا مكان في السماء، أنا مجنونك راقي بعمري يلي فادتني بسافي دماء. لولا النعمة كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في السماء، أنا مجنونك راقي بعمري يلي فادتني بسافي دماء. منساش أصلي كنت أنا عاصي طول أيامي وكل معاصي، كل خاصية كل كياني من رجلي ينهامت راسي. منساش أصلي كنت أنا عاصي طول أيامي وكل معاصي، كل خطية كل كياني من رجلي ينهامت راسي. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في السماء، أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسافي دماء. ولولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في السماء، أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسافي دماء. يا ما حاولت وكنت بحاول أجد الراحة ما كنتش طايل، عشت في وهم سنين خدعتني شهوة عيني فعلم زاد. يا ما حاولت وكنت بحاول أجد الراحة ما كنتش طايل، عشت في وهم سنين خدعتني شهوة عيني فعلم زاد. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في السماء، أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسافي دماء. ولولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في السماء، أنا مديون ربي بعمري يلي فادتني بسافي دماء. نعمة غنية اتجهت ليا، فكت نفسي من العبودية لما ناداني يسوع ودعاني، حالا قلبي اتغير دي نعمة غنية اتجهت ليا، فكت نفسي من العبودية لما ناداني يسوع ودعاني، حالا قلبي تغير فيا. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في السماء،
أنا مدين لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماء. ولولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليها مكان في السماء. أنا مدين لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماء. نعمة تكفي يكون الرحلة من بدايتها لحد الوقت ماشية معايا كل عناية حد ما تيجي تاخدني معاك. نعمة تكفي يكون الرحلة من بدايتها لحد لقاك ماشية معايا كل عناية حد ما تيجي تاخدني معاك. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان ليها مكان في السماء. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماء. لولا النعمة كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في السماء. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني سفك دماء. أعزائي المشاهدين، مرة تانية رجعنا لكم واحنا بنتكلم ازاي ان احنا نتقابل مع المسيح مقابلة شخصية ونتولد من جديد. الرب يساعدنا كلنا عشان ندخل حضن المسيح ونستخبى من العالم، من إبليس، من الجسد، من الشهوات العالمية، ونعيش كما يحق الإنجيل المسيح. خليكم معانا هتتبسطوا والرب يبارككم. تفضل حضرة القسيس. منكمل من حيث انه وقفنا. أنا اتفقنا انه الولادي الثاني نكتسب طبيعة جديدة. اي طبيعة. الطبيعة الجديدة هي نحن لكن منولد ثانية كأطفال، ولا تولدوا كراشدين، ما منولد كراشدين، لأنكم لا تدخلون ملكوت الله كراشدين. ايوه. ان لم تصيروا مثل هذا الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. أيوة. اذا دخولنا على حساب دم المسيح اكيد اللي عطانية، لكن نحن ندخل فيه اطفال. اطفال من هنا اسم الولادي الثاني، يعني تولد الثاني بكون اطفال. نحن نقرا شو بقول الكتاب كورنثوس الثاني 5:17، اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده، فالاشياء العتيقه قد مضت هو وزل كل قد صار جديد. هللويا. اذا نحن بنكون اولاد، يعني بكل معنى الطفولي، بكون بالطفولي، طفولة بالروح وليس ولكن عندنا بعد الطبيعة الثانية اللي راح نتكلم فيما بعد عنها. لقد ولدت ثانية وقد وهبت طبيعة روحية، ولكن هذه الطبيعة ما زالت طفلة. هاي طبيعة بالضبط لسه صغيرة، طفل. أفسس 4:24 وتلبسون الإنسان الجديد. تلبسون الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر والقداسة والحق. هللويا. إذن نحن صار عندنا طبيعة جديد. طبيعة جديدة. الرب هو أعدها. شو بيقول فيها؟ إنه لكم طبيعة جديدة، لقد أعيدت لكم الطبيعة الروحية الذي يعيبها الله. هاي طبيعة نحن ما مستحقها. نحن طبيعتنا اللي ماتت راح أعادنا الله. الله أعادها مرة ثانية، لأن هون وقت ولدنا الولادة الروحية الجديدة بالمسيح. نحن ولا نفعل شيء لنكتسبها، بل الله بفيض محبته ونعمته وهبها. يعني ليس من عمل بكم، ما من عمل منكم. الحياة الجديدة اللي بيعطينا إياها الرب نحن ما إن فيها أي شيء. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وهذا ليس منكم، عطية الله. هي عطية من الله. بس امتى بقى العطية دي احبائي؟ لما انا استقبلها. لما انا اخدها، لما انا اختار. مكتوب اما مريم
فاختارت النصيب الصالح وجلست عند أقدام المسيح. على فكرة كل الأنصبة تنزع وتتدنس وتضمحل، لكن النصيب الصالح هو المسيح. لو انت اخترته النهاردة كنصيب صالح هيبقى ليك هنا وفي الأبدية السعيدة. لو انا اخترته النصيب الصالح هيبقى ليا هنا وفي الأبدية السعيدة. وانا لو كان همي وغمي في هذا العالم ما أشقاني، لو بملك العالم كله ما أشقاني، لكن لما أملك المسيح الحي فأنا في المسيح خليقة جديدة. تفضل أخويا. نعم، نحن لو ناخذ الطبيعة الجديدة، نحن من نعرف أنه هذا الطبيعة الجديدة لا تخطئ. أما معنى الطبيعة الثانية بالعكس، هي تشتهي خطية. الطبيعة اللي معنا القديمة هاي تشتهي الطبيعة. لا، نرى كم آية من الكتاب المقدس. بيوحنا الأولى 3:9، كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية. لا يفعل الخطية. كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية، لأن زرعه يثبت فيه ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. مولود من الله. ونستعرض آية أخرى، يوحنا الأولى 5:18، نعلم إن كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ نفسه من الشر، إن يفصى نفسه والشر لا يمسه. يعني أنا دلوقتي لو أنا مولودة من الله أحفظ نفسي، إن ما كنتش أحفظ نفسي هبقى شخليلة كده في إيد إبليس. آمين. لكن لو حفظت نفسي الشرير لا يمسني، ما يقدرش يجي عندي. ليه؟ لأن أنا على حساب المسيح والنعمة اللي أنا خدتها منه والحياة الجديدة اللي جوايا، ما يقدرش إبليس يجي عندي. لكن يجي عندي إمتى؟ لما أنا أخد ودي معاه زي ما حصل مع حواء والحية. وإبليس خدت ودت معاه في الكلام، ولولا ان هي خدت ودت معاه في الكلام لولا ان هي وقعت في الخطية. عشان كده انا باخد حياة جديدة، انا بحفظ نفسي، ولما كنتش احفظ نفسي محدش هيقدر يحفظ لي هذه النفس. تمام؟ احنا اكيد نعرف ان الطبيعة الجديدة لا تخطئ، لكن بنفس الوقت كمان نتمتع قلنا بطبيعتها. بطبيعة بيدعوها الكتاب المقدس على الجسد. أي الجسد سأعطي على الأمر الطبيعة العتيقة تخطئ. سأقول لكم أنه الطبيعة الخطيئة الطبيعة العتيقة تخطئ وفي الواقع تشتهيها كمان، تشتهي وبتحب الخطية. يعني قصد حضرتك الروح بيشتهي ضد الجسد والجسد بيشتهي ضد الروح. نحن الرب أعطانا الجسد والروح. هنا بقى يعني امتى انا ابقى مع الروح؟ لما ابقى في صف الروح. ولو انا مع الجسد هبقى مع الجسد، هبقى لكن الطبيعة الجديدة اللي جوايا تديني ان انا ابقى في الروح، فابقى في صف الروح، ابقى مني للروح غلبة ومنتصرة على حساب الروح اللي جوايا. اكيد اكيد. نحن بنقرا يعني في الواقع تشتهي الخطية وهذه هي تركيبتها اصلا، بالاصل هي طبيعتها هيك. كاملة النضوج ليست طفلية، كبيرة. هلا ادم كان معه طبيعتين، خلقه بطبيعتين واخطأ. اخطأ لانه سيطرت طبيعة الجسد، انه وقت نشوف في حواء قال شافت الثمره صالحه للاكل، جيده للمنظر، طيبه اكلت. الجسد طغى على الروح. نحن هون بدنا ننمي الروح حتى يقدر يتغلب على الجسد. نرى بعض الايات برضو من افسس 4:22، ان تخلعوا من جهه التصرف السابق الانسان العتيق. شو الفاسد؟ الفاسد. الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوة الغرور. شهوات الغرور. الجسد دائما تعظم معيشي، غرور دائما. الإنسان العتيق نحن بنعرف صفاته، شهوة العين، شهوة الجسد، شهوة تعظم معيشي، كل حاجة، كل شيء. نعم. وهو بناقض لله. طبيعة الجسد بيكون ناقض لله. إذا كفوا عن تزيين الإنسان العتيق، فهو فاسد مهما حاولنا تزيينه. الله.
لا يمكن لا قد ما اقول جميل. انا دائما بتجي في بر ذاتي طيب نحن صدق كويسين يعني شو يعني انا كويس هو في ايه ده انا الدكتور فلان ده انا القسيس الدكتور ده انا اللي ما فيش زيي ده انا احسن واحد في الدنيا وحتى لو ما قالهاش بلسانه بيقولها بتصرفاته لكن رب يدينا نعمه نتضع امين عندنا ليه لانه الانسان العتيق راح يظهر في كل لحظه لو سالت واحد انت بتعرف المسيح طبيعي انا مسيحي طبعا. انا اسمي مطانس وابي جرجس مسيحي خلقت مسيحي وتعمدته وعمري شهرين وكل الامور عندي كويسه تمام. شو انا مقطع رقاب الملائكي مثل ما بيقولوا فانا كويس ما في حاجه لا لا اخي انت فاهمين الحته بتاعت هو انا يعني عملت ايه هو انا قطعت رقبه الملائكه ده انا راجل غلبان كويس يعني داخل في حالي وطالع في حالي وساعات اروح الكنيسه وانا كويس وتعمدت وانا عندي شهرين هو بيقول بس بيقول بالسوري انا بعدل لكم بالعربي عشان تبقوا فاهمين اكتر واكتر الرب يباركنا ودايما لو بتحكي مع انسان يعني بتلاقي هاي. طيب انت وين بدك تروح يعني لو انه بعد عمر طويل وانت قلت بدك تموت وين بدك تروح قول انا الحقيقه أنا مش كويس جدا لروح السماء بس كمان ماني سيء كثير لروح الجحيم طيب ما في غير حتتين في النص طيب الحته ما في غير يا جحيم يا نعيم, يا نعيم. طيب وين بدك تروح؟ انت صرت بالنص فالرب بيقول بآيه يكون بارد يكون يا حار اما اذا فاتر انا مزمع اتقياك من فمي هذا هو الانسان اللي دائما بيبرر نفسه بيبرر لا انا كويس ما بحاجه لله لان اقرا الكتاب انا الكتاب كله بعرفه شو هو في بالكتاب غير انه المسيح ولد من عذراء انا اعترف بهذا انه انصلب اعترف ودفن بعترف وقام بعترف بس هل انت يا ترى في عندك شركه معه هذا السؤال هل انت فعلا اجيت بيوم ايام قبلته لانه المولود من الماء والروح نحن نعرف المعمودية الماء اكيد بس يا ترى هل انت ولدت فعلا من الروح اذا ولدت من الروح انا بقول لك هنيئا لك الملكوت هنيئا لك لانه لا يمكن تدخل السماء الا ان كنت فعلا مولود ثاني ليكون فيك الطبيعة الروحية اللي يقدر تتكلم مع الرب تتواصل مع الله بالجسد لا يمكن الجسد الله وروح لا تواصل معه بدك وين نعم يعني دائما نحن علينا اهم شيء ادعي احباء كلياتنا انه يقبل الرب يقبل يطلب الرب كمخلص لحياته يقول يا رب فعلا انا بقبلك انا بدي اياك تكون تسيطر على حياتي املك عبيتي على اولادي ساعدني لانك انت قلت ليس بالقدره ولا بالقوه بل بروحي يقول الرب ارجوك يا سيد الرب تعال بروحك املأنا خلينا نعرفك نتلذذ بحضورك يا سيد الرب املأنا بمحبتك لانه نحن بدونك لا نقدر ان نفعل شيء اين نذهب يا رب وكلام الحياه الابديه هو عندك هللويا جميل يعني حقيقي احنا محتاجين الى لمسة حنان من المسيح بس اللمسة موجودة والمسيح اللي بيدعونا عمل كل شيء من اجلنا بيقول جاء لخصته وخصته لم تقبل اما كل الذين قبلوا فاعطاهم سلطان ان يسيروا اولاد الله اي المؤمنين باسمهم ما كانش عندك ايمان بالمسيح اللي جه على هذه الارض بالجسد بتاعنا ده واخد جسد الجسد اللي خده ده عاش بيه واتألم بيه وجال يصنع خير ويشفي كل المتسلط عليهم ابليس وعاش امين وفي الاخر جت ساعتهم وسلطان الظلمه ان يكون يسوع سوري ان يكون يسوع يتصلب وبذل كل واحد فينا وعلى الصليب له كل المجد والسجود والعبادة قال قد أكمل إيه هو اللي أكمل خلاصي وخلاصك فداك وفداني وفداكي على الصليب إدانا حياة أبدية حياة جميلة أنا علي وإنت عليك إنك بس تقول له رب تعالى اسكن في قلبي انا بقول لك في يوم من الايام هقول لك اختباري انا قابلت المسيح
وجها لوجه زي ما انت شايفني كده على الشاشه، واتكلمت معاه واداني حياه ابديه. اما انكرش ان سنين طويله 47 سنه وانا مع المسيح كنت بقوم وبقى، لكن هو مسك بايدي وقدني من مجد الى مجد كما من الرب الروح. عشان كده النهارده الرب بيدعوك يقول لك تعالى انا هديك حياه ابديه، انا هديك حياه جديده، انا هقدسك الى التمام. مهما تكون خطاياك لو كانت زي الجبال ما تشيلش همها، لان هو خدها على الصليب. خطاياك بتاعه الاول وخطاياك بتاعه دلوقتي وخطاياك الجايه، يقول كده اما انا فاتت لي يكون لهم حياه وافضل من الحياه. احنا عندنا في اخر البرنامج في الحته اللي جايه دي مع اخويا القسيس معانا قصيده شعر جميله هيقولها لنا، واقبلها بالروح القدس لان الرب عايز يديك نعمه في قصيده الشعر دي، عايز يلمس قلبك. بس ادينا ودنك وادينا كمان قلبك، افتح قلبك واسمع الكلام الجميل اللي محضره لنا الروح القدس. اتفضل. امين امين. الكلمات بتقول الرب ارشدنا عليها: ارجع يا خاطي ندمان، ارجع يا خاطي ندمان، اختبر النعمه والغفران، واسهر مثل الحكيمات اللي بالزيت اسراجهم مليان. مال الدنيا والكنوز، مال الدنيا والكنوز ما بتسدد إلنا العوز، تقابل مع ربك بتفوز على الراحة وعلى الاطمئنان. يسوع عمال يناديك، يسوع عمال يناديك، اترك كل شيء من ايديك. يسوع عمال يناديك، اترك كل شيء من ايديك واطبع خطواته بيغنيك، لا تتردد قوم الآن. واقف عم يقرأ على الباب، واقف عم يقرع على الباب، ناطر تا يسمع جواب، تاج البر بايده جاب. لا تضيع تاج الايمان، لا تضيع تاج الايمان. كنت بضيقه، كنت بضيقه وغربي وجوع قبل ما اعرف يسوع، كنت بضيقه وغربي وجوع قبل ما اعرف يسوع، قابلني ومسح الدموع وغمرني بعطفه وحنان. الطين الحمقى اللي عم تغلي كانت غرقاني رجلي، اطلع يسوع وصح لي تعال شط الامان. قال لي لمن عني بعدت، قال لي لمن عني بعد بال عيوني دايم كنت، قال لي لمن عني بعدت بال عيوني دايم كنت، ما دامك للبيت رجعت تراح همومك والاحزان. اوعى اوعى تترك لابليس، اوعى تترك لابليس بقلبك موضع للتدنيس، اوعى تترك لابليس بقلبك موضع للتدنيس. اتذكر شو قال العريس، اتذكر شو قال العريس: بالصلاة تعلى البنيان. يا حبيبي صلي، صلي لربك واركاع، تصلي لربك واركاع، بتهشم انياب سباع. صلي لربك واركاع، بتهشم انياب سباع، حتى ابليس الخداع ما له على المؤمن سلطان، حتى ابليس الخداع ما له على المؤمن سلطان. بالصلاه، بالصلاه تكسر الحدود وبتسكر افواه اسود، بالصلاه تكسر الحدود وبتسكر افواه اسود. يا خاطئ لا ربك عود، بيفرح بيفرح برجوع الغلطان. يا ربي يا ربي اجعلني انجيل، يا رب اجعلني انجيل مفتوح ينور هالجيل. صرنا قايين وهابيل، صرنا قايين وهابيل، اترقف فينا يا حنان. قصور ملوك وعالم صعب، قصور ملوك وعالم صعب، ما الهم عقل بدرب، لو عتبت بيت الرب بجلس رح رنم فرحان، بجلس رح رنم فرحان. هاللويا، مجدا للمسيح. الحقيقه يعني قصيده جميله جميله، ما اقولكش قد ايه حضره القسيس. الرب يبارك حياتك ويجعلك ليا بركه، ويجعلك للساده المشاهدين بركه، ويجعل خدمتك في كل مكان وزمان. انا كنت مبسوطه معاك جدا جدا، وسعدت بيك جدا جدا جدا. ربنا يبارك حياتك ويجعلك بركه. وشوف قد ايه الوقت جري مننا، نشكر المسيح كتير. اعزائي المشاهدين، يا رب نكون اسعدناكم. احنا عن نفسينا سعدنا بيكم جدا
ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. الرب معكم، إلى اللقاء. كتير طرق وسط الحياه.